صورني يا ابني وانا بنزل حمولة البرتقال دي، صورت يا ابني، صور يا ابني كمان، شوف شوف انا هنزلها ازاي. ربنا يستر يا لهوي، ده بيمشي على الاقفاص اللي هتنزل فيها البرتقال. انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ يا عم الحاج شكلك شكلك فاهم يا نصه، هتعملها ولا ايه؟ هتعمل انت ايه بس فهمنا. وهو بيحاول يفك الكلبسات بتاعت الحمولة، ربنا يستر، وعادي جدا بيتمشى على الاقفاص اللي هينزل عليها البرتقال. يلا يا عم ورينا بقى جدعنتك وشطارتك، بتصور يا ابني ولا ما بتصورش؟ ايوه صور اهو، صورني وانا بنزل الحمولة، ايوه اهو، ايه يلا يا موسى، ايه يلا اديله واحدة كمان ضربة كمان، يلا ايه ايه ادي كمان ضربة، يلا يا ابني هتعرف تنزلها ولا مش هتعرف؟ هتكسفنا، عمالين نصور. هنزل على كل حاجة، ماشي يلا ايه هتنزل. هي لسه ما نزلتش ليه يا عم الحاج؟ اهو عمال يتمشى، اتمشى يا حبيبي كمان اتمشى، ايوه ربنا يستر. اما تشوف هتعمل ايه، ده شكلك فاهم يا نصه، ربنا يستر. انا بخاف انا من الناس دي والله، والله بخاف. بتصور يا ابني؟ صور يا حبيبي، انا بصور يا عم الحاج، بصور، ما تقلقش انت، خليك في شغلك، خليك في شغلك انت بس. ايوه ها، واحد اتنين هوبه، ثلاثة هوبه، أربعة هوبه، خمسة شكلك فاهم يا نصة.